مرحبا بكم من جديد في هذا الموعد المباشر من برنامج المجلة الصحية. اليوم باش نتحدث على آخر مستجدات فيروس كوفيد، وموضوعنا الرئيسي باش يكون خاص بسرطان المعثكلة أو سرطان البنكرياس، حتى نعرف مع بعضنا كيفاش نقي نفسنا منه، وأيضا إذا كان هو موجود الوقاية الثانوية، وأيضا ما هي مراحل العلاج وأهمية الوقاية خاصة. بإمكانكم التواصل معنا عن طريق رقم الهاتف 71 700 96 299 في انتظار مكالماتكم الهاتفية والمداخلات متاعكم. نبدأ بتقديم ضيوف اللي حاضرين معنا حتى نثري هذا اللقاء. يحضر معنا الأستاذ والدكتور هشمي الوزير، وهو مدير عام معهد باستور ورئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كوفيد. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا. يحضر معنا كذلك الأستاذ والدكتور منتصر قاسم، وهو رئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى الجامعي الرابطة. مرحبا بك دكتور. بيك مرحبا. وتحضر معنا أخيرا وليس آخرا الدكتورة والأستاذة فريال الطيف قسنطيني، وهي مختصة في العلاج بالكيميائي بمعهد صالح عزيز. مرحبا بك دكتورة. إذن البداية باش تكون بأهم الأخبار الصحية الوطنية والعالمية في الصحة نيوز، ثم نعود. جولتنا الإخبارية لهذا الأسبوع نبدأها بخبر إجراء عملية جراحية دقيقة هي الأولى من نوعها لاستئصال ورم بالحنجرة، وذلك بقسم الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الجاري، وذلك تحت إشراف رئيسة القسم الدكتورة جيهان مراكشي ورئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى، ومشاركة الدكتور سليم التواتي أخصائي طب الأذن والأنف والحنجرة بمعهد صالح عزيز للأمراض السرطانية، وذلك حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة على الصفحة الرسمية لموقع فيسبوك. وفي بلاغ نشره موقع الصندوق الوطني للتأمين على المرض على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، تم تحديد سقف السنوي لعلاج الأمراض العادية بين 300 دينار و 600 دينار حسب عدد الأفراد في الكفالة. وأشار الصندوق الوطني للتأمين على المرض في البلاغ ذاته إلى أنه تستثنى مصاريف الخدمات الصحية من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بنظام استرجاع المصاريف أو المنظومة العلاجية الخاصة والمتمثلة في الخدمات الصحية الخارجية المسدات في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض الثقيلة أو المزمنة، كما تستثنى مصاريف الأشعة على عضلات القلب وتفتيت حصى الكلى والعلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي والتداوي بالمياه المعدنية وتصفية الدم والآلات الطبية المقومة والمعوذة للأعضاء والعمليات الجراحية والأدوية الخصوصية، وذلك بصرف النظر عن علاقتها بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو بإقامة استشفائية، إلى جانب الخدمات الصحية المتمثلة في الكشف بالمفراز أي سكانر والكشف بالرنين المغناطيسي أي ARM. وبخصوص تطورات الوضع الوبائي في البلاد، موقع باب نات يكتب عنوانا مضمونه منسوب إلى مدير عام معهد باستور الهشمي الوزير: آخر عملية تقطيع جيني منذ شهر ونصف أثبتت خلو تونس من المتفرع أوجيسانك المنتشر حاليا في عدة دول، حيث لفت الهاشمي الوزير إلى أن أعراض المتغير الجديد لا تختلف عن أعراض أوميكرون ولا تمثل خطورة إلا على كبار السن والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأمراض المزمنة، داعيا عموم المواطنين للإقبال على التلقيح خاصة لمن فاتت مدة الحصول على آخر تلقيح السنة، وحاثا على التلقيح سنويا ضد كوفيد 19. وفي مستجدات الوضع الوبائي العالمي، موقع سكاي نيوز عربية يقول في عنوان له: الكويت ترصد متحور كورونا الجديد وتؤكد متوقع ولا يدعو للقلق، وذلك إثر تأكيد وزارة الصحة الكويتية في بيان لها رصد إصابة بالمتحور إجسانك الذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون والذي تم رصده في نحو 50 دولة حول العالم، ودعا البيان إلى أنه في حال ظهور أي أعراض أو علامات لعدوى وتنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة للفئات ذات عوامل الاختطار، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.
من جهته موقع الحرة الإلكتروني عنوان تحذير للفئات المعرضة للخطر من متحور إيريس واستبعاد العودة إلى المربع الأول، حيث أشار المقال إلى أن أعداد الإصابات ارتفعت لدى الفئات المعرضة للخطر والتي تشمل صغار السن من هم أقل من 5 سنوات وكبار السن أكثر من 65 عاما ذوي الأمراض المزمنة بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة. كما أجمع خبراء في علم الوبائيات على أن متحور إيريس يتفرع من متحور أوميكرون، وأكدوا أنه سريع الانتشار ولكن ليس أكثر خطورة، مستبعدين العودة إلى المربع الأول وفرض إجراءات الإغلاق أو إجراء فحوصات عشوائية شاملة. سويسرا مسلحة بشكل جيد ضد فيروس إيريس، هكذا عنوان موقع لا ليبرتي الذي أضاف في عنوان فرعي له: يجب أن تصد مناعة القطيع فيروس إيريس المتحور الأكثر عدوى حالياً. ونختم جولتنا للصحة نيوز لهذا الأسبوع بعنوان لموقع اليوم السابع مضمونه منسوب إلى منظمة الصحة العالمية يقول: 67% من المستشفيات في السودان خارج الخدمة، حيث تحققت المنظمة في الأشهر الأربعة الأخيرة من 53 هجوماً على الرعاية الصحية، مما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 38، بالإضافة إلى اضطرابات أخرى، مما أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من الأشخاص من الحصول على الرعاية. كما لفتت المنظمة إلى إغلاق العديد من مراكز غسيل الكلى، مما عرض الآلاف إلى الخطر، فضلاً عن صعوبة السيطرة على حالات تفشي الحصبة والملاريا وحمى الظنك المستمر في سياق انعدام الأمن ونزوح السكان والمختبرات غير العاملة. إذن البداية بشكون معك دكتور هشمي الوزير، ما آخر مستجدات فيروس كوفيد بعد اللي شفناه؟ شو نجم نقوله خاصة الوضع اللي همنا بطبيعة في تونس؟ ديجا في الروبورتاج تقال برشا حاجات وهذاك هو معناها سواء في تونس ولا في العالم. الوضع صار ارتفاع في عدد الحالات، بدا في بلدان اخرى خارج تونس، بدا في الصين، في كوريا الجنوبيه، في اوروبا وامريكا، واحنا بعد شويه دونك خلنا الوقت باش نشوفوا المتغير الجديد هذا الاي جي 5 ولا او جي 5 هذا، نشوفوا شنو ما اسكو ديفيرون ولا لا من المتغيرات الاخرى نتاع اوميكرون، خاطر هو تابع لسلاله اوميكرون. التقال كل شيء هوني، معناها ما فماش حاجة تذكر خصوصية من ناحية الشراسة، من ناحية الأعراض، من ناحية المرض، دونك ما فماش هذا كله. الخصوصية هي هو متغير عنده دي ميوتاسيون، المضادات الحيوية نجم تكون اللي هي مطورة في علاقة بالمتغيرات اللي قبله، خاطر الناس صاروا في علاقة بالفيروس وطوروا المناعة وكل شيء، دونك هذاك المضادات يوليو ما عادش يعقلوه بالكدا بالكدا، وعلى هذاك دونك ينجم ينتشر، عنده سرعة الانتشار أكثر شوية، فما ارتفاع كما قلت لك في عدة أماكن في العالم، ما فماش حاجة خاصة تذكر من ناحية الإجراءات، من ناحية معناها التعامل معاه، ما فماش هذه لا كونفينمون ولا أوبليغاسيون ولا حاجات من نوع هذا. احنا في تونس دونك صار لنا زاد ارتفاع في عدد الحالات المده الاخيره، الاسابيع والايام الاخيره، مش كبير برشا، ما يلزمناش نهولوا، ماهوش كبير برشا، ادى خاصه الى اللواء الى المستشفيات في فئه معينه اللي تجدد هوني، هم الناس المسنين خاصه، معناها في تونس اللي عندهم امراض مزمنه، واللي عندهم خاصه الامراض المزمنه فيها خصوصيه اللي هي فيها نقص في المناعه، والا الناس اللي ياخذوا في ادويه اللي هي بدها تنقص في المناعه، تو باش تحكيو من بعد على الكونسير دو بونكرياس، دونك فما ادويه تنقص في المناعه، دونك حتى كان يبدا انسان ملقح ولا انسان معناها صار في علاقه بالفيروس، بعد ما ياخذ دواء يتنجم تنقص المناعه ويولي عرضه للامراض بما فيهم الكوفيد 19. بون هذوما الفئات هذه، وفما حاجه اخرى شفناها في تونس اللي هما الفئات هذه غالبا اكثر من 90% ما عملوش تلقيح لهم اكثر من عام، ما عملوش جرعه تعزيز المناعه ولا ساعات حتى مش ملقحين بالكل. دونك هذاك يوريك معناها فاعليه التلقيح خاصه في الحمايه ضد الحالات التي تتعكر في الفئات هذه. بون اش نجم نقولوا توا من ناحيه التقطيع الجيني؟ أوكي. هل صار هذا في الروبورتاج هوني قلنا لنا شهر ونص، مي اونتر تون صار تقطيع جيني.
صار في مستشفى شار نيكول الفريق نتاع الهام بوتيبا بروفيسور الهام بوتيبا ودونك خذينا المعلومه هو 14 اشانتيون عينه من عده اماكن بما فيهم خاصه في الرابطه خاطر فما في الرابطه بعض حالات نتاع لو بيرسونيل سوانيون فهمتي وكانت معناها جديده هي قالت خلي بالك نلقاو شي المتغير هذا يصير تقطيع جيني ما فماش ما صارش ما لقيناش في ال 14 هذوما المتغير اللي هو حكاو عليه فما تقطيع جيني اخر بروغرامي اليوم دونك مازلت ما عنديش النتيجه فما في معهد ماستر بروغراماسيون نتاع تقطيع جيني الاسبوع القادم من نهار الاثنين هي شنو الحكايه معناها انا نتوقع اللي موجود معناها وماهوش ايفينمون راهو كي يقول موجود مش حاجه اللي حاجه معناها هو فما برشا متغيرات 10 ولا 15 متغير نلقاهم وهذا خاطر هيمن نوعا ما في عده بلدان وتزامن مع ارتفاع في الحالات دونك باش نجموا نلقاوه ولا ما نلقاوش دو توت فاسون ماهوش مشكل والتقطيع الجيني ما عندوش اون فادير امباكت للبريزون شارج معناها المريض هو بنفس الطريقه يقع بنفس الطريقه دايوغ هو ماهوش ان تيست هو ماهوش حاجه اللي هي مطلوبه من الاطباء ما يطلبوهاش هي حاجه مطلوبه للناس اللي يبحثوا ولا للناس اللي يعملوا معناها ابحاث بوغ لو سويفي هو المعلومه ربما تصلح للمواطن لانه يترج شويه يفهم اللي كيما موجود البرا مش هاكا موجود في اوروبا وموجود في بلدان اخرى واحنا لا يعني هاو موجود في تونس يلزم ناخذوا حذرنا هي ما هو ماهوش مخطر راهو انت تو تخوف خاطر حتى كان باش نلقاوه هو كيما الاخرين راهو كيما الاوميكرون الاخرين دونك هو باش يبدا متواجد راهو الفيروس هذا يلزم نعرفه وقلناها لينا مده والمنظمه العالميه للصحه زاد قالتها واحنا معناها عرفنا اللي بعد الجائحه تتعدى سكون ابيل لونديميسيتي باش يولي الفيروس متواجد متعايش معنا ويمشي متعايش معنا سي نورمال سي ان فيروس ايغين احنا نقولوا يصيروا فيه دي ميوتاسيون خاطر لا ريفيرس ترانسكريبتاز تغلط هي تغلط وساعات تخرج دي ميوتاسيون وتخرج فيروس اللي يل بو اكيغيغ دي كاباسيتي باش يولي ينتقل اكثر ولا ينتشر بزربه اكثر وكل شيء. دونك هذه حاجات معروفه باش نقعدوا نتعايشوا معاه. قبيله فما حاجه تجبدت على التلقيح، الناس الكل تقول لك التلقيح يصير مره في العام لفئات معينه كيما الجريب. معناها الفئات هما الناس المتقدمين في السن، ساعات الناس الصغار بالكل زاد انت والمراه الحامل دونك بون. باش الصغير يبدا ديجا عنده المناعه وهي بيدها تبدا محميه خاطر هي دي كومبليكاسيون عند المراه الحامل وخاصه الناس اللي عندهم امراض مزمنه اللي فيهم معناها النقص في المناعه دوك هذوكم ينجموا ياخذوا مره في العام التلقيح جرعه اغلب البلدان معناها يبرمجوها في الخريف داير فما ناس اللي هين يعملوا يطوروا في تلقيح اللي فيهم الكوفيد 19 والجريب على خاطر نجم يمشيو فرد وقت وفرد نهار فهمتني؟ وكهو معناها باش نقعدوا نتعايشوا معاه. كيفاش تقيم الاقبال على التلقيح؟ الاقبال ما فماش بكل. نحن مع الاسف معناها خلينا وخاطر هذا يلزم يقعد معناها وخاطر التلقيح معناها باقي سي ان اوتي اللي هو مستعمل ورى النجاعه نتاعو. دونك مراكز التلقيح محلوله في المراكز الصحه الاساسيه منتشره في البلاد الكل. معناها عدد كبير من المراكز، ناس تخدم، ناس موبيليزي ومع الاسف ما فماش قبول نتاع الناس باش يجيو يلقحوا. هل فما اعاده هي يلزم تصير كومباني مراجعه استراتيجيه التلقيح؟ هي باش توا اخزر هي الناس هما توا احنا جانا الارتفاع نتاع الحالات جا في الصيف، مي في البرنامج كان في الغونتخي دونك وقت الخريف باش تصير اون كومباني باش نحثوا فيها فئات معينه مش الناس الكل باش للتلقيح ووقتها تزيد هذا وقت الجريب وان شاء الله ان شاء الله الناس تقبل خاصه الفئات اللي هي معناها كان يصيروا في علاقه بالفيروس تنجم حالتهم تتعكر هذه هي الحكايه معناها دونك سي بور ايفيتي لي كومبليكاسيون ايفيتي زاد نتفاداو الاكتظاظ كان والله لا يقدر يصيروا عدد كبير نتاع حالات باش ما يصيرش مستشفيات يوليو يتعباو بحالات نتاع مرض كيما هذا داير غريب ولا كوفيد كيف تو تافي وي دكتور انت تعرف مازلنا فصل الصيف ومازلت معناها مازلت الدنيا مفتوحه معناها حتى الاماكن المغلقه ما فماش تحديدا شويه هي باهي
باهي، لكن بعد هل يعاودوا يرجعوا لل معناها وسائل الوقايه؟ انا ما نظنش سواء قريب كما قلت سيادتك والا كوفيد. اخزر، انا ما نظنش باش نرجعوا لوسائل الوقائيه معناها تشمل العموم. لا لا، لي بريكوسيون ابروندر معناها. اي لي بريكوسيون، نحكي لك انا لي بريكوسيون، يقعدوا باقي اللي مريض وكان باش يخرج هو ماذا به ما يخرجش، يلبس الكمامه باش ما يعديش الاخرين، هذه حاجه. الناس الفئات اللي قلت لك عليها اللي حالتهم تنجم تتعكر، هذوكم من الاحسن يبداوا ملقحين، دونك سي امبورتون. والحاجه الثالثه، كي واحد ماشي الانسان اللي هو معناها فراجيل ومسن وعنده امراض مزمنه، حتى كان هو يبدا لاباس عليه وما عنده حتى شيء، يلبس الكمامه على خاطر اي بو اتر بورتور دو فيروس، كو سو سوا كوفيد 19 ولا غريب ولا نوتر فيروس، فهمت؟ باش كي يحكي معاه ولا يقابله ما يعديلوش حاجه اللي تنجم تاثر عليه. هذه هي الوسائل، اما مش باش نجيو الناس ونقولوا ما يطولش الكل. لا لا، انا نحكي لك تغلق الاماكن يلزمنا ناخذ دي بريكوسيون انديفيدوال، معناها كل واحد ياخذها من شيرته. جبت نقطة هامة جدا واللي احنا معناها ما نحكيوش عنها برشا في تونس، هي حكاية تهوئة الفضاءات. تعرفنا فما دراسات دقيقة صارت في وقت الكوفيد، من الأول كانت تفكر يقولوا ديستانسياسيون متر ومتر ونص، على خاطر كي واحد يتكلم لي غوتلات ما يعديوش سيت ديستانس. اون فيت اون رياليزي، ومعروفه هي كانت شويه ما كانتش معروفه بالكدا، سي كيليا دوطخ غوتلات اونكور بلو فين جيدين اللي يقعدوا في الهواء. اوكي؟ وهذوكم ينجموا يتسببوا في عدوى. وصارت معناها دراسات دقيقه ورات هذايا، والحاجه المهمه تهوئه الفضاءات ورات اللي تنقص بكثير الريسك نتاع العدوى اللي تصير عن طريق النوع هذايا من اللي قتلات. اوكي؟ اتيل بوان اللي في بلدان كيما المانيا وفرنسا وفي امريكا بدلوا دون لي باتيمون الكبار نتاعهم، بدلوا لو سيستيم دايغاسيون، فما شبابك حلوهم ولي سيستيم فيلترون، ولاو يزيتيليز دي فيلتر اللي هما واحد جوستومون لتفادي العدوى كي في دون لي سباس فيرمي. فهمت؟ دونك هذا، دونك الناس لازم تعرف زاده في الصيف ولا في الشتاء كان فما لما وفما ان ريسك ولا واحد، تحل الهواء، خلي الهواء، يا اون كوريلاسيون اونتر لو تو دو سي او 2 اي لا كونتاميناسيون. لو تو دو سي او 2 هو اللي الناس يتنفسوه، بريك معناها كي يبدا الهواء مسكر يطلع السي او 2، كي يطلع السي او 2 الكونتاميناسيون تكبر، معناها حاجه واضحه علميه وامورها مريقله. ناخذ مكالمه هاتفيه. الو، معنا سيده جميله من تونس. مرحبا بك سيده جميله، تفضل معك دكتور. مرحبا. مرحبا بك. عايشك مدام عواطف، انا كلمتكم خاطر عندي عوارف نتاع نعرفش غريب اونجين كوفيد. قديش عمرك انت؟ انا عمري 31. اي ونحس عندي توا شهر من اللي مرضت. اي كحه قويه، جريجمي سخانه فاشله، وعاودت مرضت كيكا معناها من با جمعتين عاودت مرضت مرة أخرى نفس الأعراض، الدوخة قريجني كحة قوية برشا، معناها عمري ما جيت معناها جاتني هكا كحة قوية. نتسائل أنا في بعد ما شاهدت يعني الـ الأخبار وكل شيء، نتسائل وليت معناها حايرة اسكو كوفيد مش كوفيد، نمشي نعمل تيست مانيش عارفة. اخذوا معنا، تفضل دكتور. بو تمشي للطبيب ديجا، ينجم يطلب لها تيست بيان سور، نحب كان نتاكدوا. و بون اللي باش نقولوا توا سي كو الغريب احنا معناها عاده نجي في الخريف، دونك كي يظهروا برشا حالات حتى غريب فما ناس ما يعملوش خاطر لي تيست، انت الاكثر مش غريب على خاطر الغريب مش برشا، حتى كي نعملوا لي تيست تلقى الكوفيد، فهمت؟ بون هذا معناها مش معناها حاجه خايبه ولا حاجه مخطره، وكل هي توا تبارك الله معناها ماهيش صغيره، ودونك تمشي تشوف طبيب ديجا خاطر هي قالت لها شهر وشهرين، دونك هذا حكايه قديمه شويه، دونك سي بيها واحد يمشي للطبيب يثبت الامور، وكان فما تيست افيغ تعملوا يعطيها الدواء اللازم. وكهو جميله، انت ملقحه؟ انا ملقحه توا دوز، ومشيت للطبيب المره الاولى والمره الثانيه، معناها هو بيدو طبيب ما عرفش، قال لي كيما تنجم تكون كوفيد كيما تنجم تكون لا، عطاني انتيبيوتيك، عطاني دوليسان، وعطاني سيرو. شنو اللي يمنعك انت باش تعمل تيست؟ والله خاطر انا معناها في الدومين شويه نتاع الصحه، معناها سونتي نتاع الصحه، فوالا
نعرف اللي لي تيست اللي موجودين عنا توا ماهمش افيكاس 100%. علاش؟ والله هكا يعني عندي معلومات اللي تيست زعما تيست غابيد يعني. تيست غابيد بي دكتور الوزير هاوني التيست غابيد اللي فيابل ولا اللي ينجم يعطينا فكره؟ هو اللي بيان سور اوزر لو تيست دو ريفيرونس هو البي سي ار واللي يتعمل في المخابر الكل اللي تعمل التيست هذايا واللي وقت اللي مده الكوفيد فما معنا عشرات المخابر يعملوه. اوكي بون لي تيست غابيد هو اسهل الاستعمال معناها يستعملوه خاطر ساعات يعطيك ريزلتا غابيد ولي دو مالاد وفي بعد 20 دقيقه ولا نص ساعه عندك الريزلتا. الوغ صحيح اللي احنا نقولوا الحساسيه نتاع التيست غابيد بوتيتر اقل ب 5 6% من الحساسيه نتاع البي سي ار، معناها كي تبدا شارج فيرال صغيره وكل شيء لازم يلباس اكوتي دا فو بوزيتيف، معناها تعطي ان فو بوزيتيف سكون ابل، اما ما تعطيش دو فو نيجاتيف، معناها اللي فهمت بون. يجي تعمل بي سي ار هذا يلزم. لا دابور تعملوا تيست، كان يطلع بوزيتيف. ديجا ميسيور اللي هو اللي هي كوفيد لو تيست رابيد كان يطلع نيجاتيف بيبي نجم يقول لها تعمل بي سي ار ولا لا اون فونكسيون دو ليتا نتاعها راهو مش بشرط هي احنا لازم معناها تو لي كا دواف ات كونفيرمي وكل شيء دون دي سيتياسيون سي لو ميديسان الطبيب هو اللي يعرف كيفاش يتفاعل يقيم يقيم ومعناها ويشوف تو هي المره الاولى ما عملهاش بوتيت تيست وعطاها دواء ومشات نجم بوتيت كي ترجع سوغ لا باز ديجا من الحكايه الاولانيه وقتها هو يقول لك اه توا خلينا نثبتوا امورنا ينجم وقتها يطلب تحاليل اخرين كو سوا كوفيد ولا حاجه اخرين. واضح سيدة جميله واضح الكلام. ما تتهنى اللي راهو كما قال سي الهاشمي حتى كان كوفيد ماهوش مخطر راهو ماهوش مخطر. ما تتفجعش منه كوفيد كان كوفيد اكيد الادويه اللي خذيتها تنجم ربما يزيد يعززها طبيب حاجه اخرى، لكن اذا كان انت تحب معناها ليطمئن قلبك معناها يلزمك تعملوا تيست. عمل تيست غابيد هذا التيست السريع وكما قال لك دكتور يعني فما فيابيليتي في كي تكون عندنا كي يكون عندنا الفيروس وشوف من هذاك مع الطبيب شوف شنو يلزم يعمل معناها اسكو يزيدك تيست اخر ويشوف الحاله نتاعك. واضح سيده جميله؟ واضح. عندي سؤال اخر سؤال مدام عواطف تو الجراجم تو الفاريونت الجديده اسكو معناها تاثر على الجراجم بصفه معناها كبيره اكثر من الفاريونت الاخرين ولا خاطر انا جراجمي في حاله معناها جراجمي مصبوخين بصفه غير عاديه مقيحين معناها ولا التهابات فقط؟ لا التهابات بلا ماهوش مقيحين اما عندي كحه والتهاب قوي في الجراجم. دكتور العلامات هي نفسها اللي صاروا واللي بدقه معناها شنو معناها بدقه معناها فما نعرفوا الناس اللي هما عندنا لا بروف اللي هو المتغير جديد ونشوفوا الحاله لا كلينيك نتاعهم والاعراض شنو ما فماش فرق بين المرض اللي الكوفيد 19 اللي هو يؤديه معناها المتغير هذايا اي جي 5 مقارنه بالمتغيرات الاخرى نتاع اوميكرون هذا ما فماش واوميكرون معروف مقارنة بالدلتا اللي هو ماهوش اقل خطورة واقل شراسة وخاصة يمس احنا نقولوا اللي فوا جهاز العلوي نتاع التنفس الفوقانيين سورتو ويعطي اقل برشا لي بلوموني بون دونك هذه حاجة معناها من الوجود ما نقعدوش نعاودوا نشوفوها احنا في تونس هذه دراسة معروفة في العالم والمنظمة العالمية للصحة تقول في هذا والناس الكل يقولوا فيه بون مانو تقول لي خاطر متغير وعلاش ولا نحب اللوج المتغير سي با اون انديكاسيون راهو المريض معناها حتى الطبيب ما يقولش نحب انا نعرف بالله التقطيع الجيني نتاع المريض هذا خاطر عمرها ما تصير هكا فهمتني قبل راهو توا 10 و 15 سنه كي نعملوا تقطيع جيني معناها باش نعملوا ديكوفيرت نتاع 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 فيروس جديد فهمتني هذا توا كل عبد نعملوا له تقطيع جيني نتاعو دونك سي با اون انديكاسيون معناها دو ميديكال دونك ما يلزمش المرضى يتساءلوا بالك شي عندي وبالك شي هو ما فيهش ديفيرنسا من ناحيه الاعراض دونك المريض يلزمه معناها يسمع الكلام الطبيب نتاعو وياخذ دواء كان باش يعطيه دواء ديجا خاطر سي دي تريتمون سيمتوماتيك اللي فما دونك المهم ما يصيرش تقلق في التنفس يلزم اون بريز ان شارج بوتيتر بسيكولوجيك زاد اوسي اكيد اكيد دكتور خلينا الكل اثار كوفيد اذا جميل سيده جميله ان شاء الله كنا واضحين في الاجابات للاسئله نتاعك اذا تعاود ترجع الطبيب حتى تعرف بالضبط
شنية والأدوية هي نفسها والفيروس هو نفسه، معناها شوية صبر بركة على الفيروس بما أنك ملقحة، إن شاء الله بقدرة ربي لاباس. نشكرك شكر جزيل إن شاء الله باللطف عليه، إن شاء الله باللطف سيدة جميل. إذا دكتور ما نجمش نخليك تغادر الاستوديو من غير ما نتحدث على الإشكال اللي صار بالنسبة للباستور فيما يخص استعمال الأطفال فيما يخص الوغ دبوغ. ما صارش اشكال بالنسبه للباستور، توضيحه ولا محله وحتى دخل احنا وضحنا الحكايه شنو هي. صار روبورتاج لي 7 سنين تو خاطر فهمت من بعد في قناه اجنبيه، في قناه فرانس 24 فهمتني، ويوريو فيه عملوا دو روبورتاج، هما عملوا روبورتاج في الجنوب التونسي يوراه اولاد صغار كيفاش يشدوا في العقارب والناس يعطيهم في الفلوس اكسيتيرا، اي اون باراليل بعد هذاك وراو روبورتاج في معهد باستور احنا رخصنا لهم باش يعملوه على تصنيع الامصال ضد العقارب وضد داء الكلب وضد الافاعي، ضد معناها السموم الافاعي. هذوما الامصال هذيا احنا نقولوا ايل سوف دي في، يمنعوا الناس من الموت نعطيهم. دونك بيان سور احنا نقتنيو العقارب ونمشي، وكنا قبل اون في دي كومباني باش نمشيو نلموهم افيك دي سبيسياليست وكل، لكن لينا توا مده سنوات اون سو تريت سا، دونك لهين نعملوا دي زابيل المده الاخيره كل معشكو. سو دي زابيل دوفر، ابيل دوفر نعملوا يتعداو على التونابس اكسيتيرا، فيهم كاي دي شارج خاطر نعرفوا احنا اللي كيفاش تلمهم وكيفاش تهزهم وكيفاش تعمل الترونسبور نتاعهم، اون لو ديكري دون كاي دي شارج، ونحطوا ناكدوا له تحت مسؤوليه المزور لو فورنيسور فهمت، هو اللي يلزمه معناها كيفاش يقولوها يل ريسبكت لو كاي دي شارج. عادة شكونهم هما؟ سي دي سوسيتي. داكو. دي سوسيتي. الوغ تو تقول لي اسكو سوسيتي 5 6 سنين التالي خدمتش هي صغار ولا تفهمتش مع حد اخر، احنا نعملوا لو ماكسيموم اما ما نجموش نتبعوها، معناها كيما تقول انت شريت كهرباء راهو صنعوها في اندرانا بلاد وفما صغار خدموا فيها اون بو با فيغ سا فهمت. احنا سكي نو اللي ردنا باش نعملوا كالبلاغ وكل على خاطر هذه رئيسه الجمعيه تقول معهد باستور يخدم في الصغار، وهو معناها غلط، هذا غلط وماهوش صحيح بالكل. والحاجه الاخرى، الحاجه الاخرى اللي احنا خاطر انا عملت اونكيت انتيغ باش نثبت الامور، انا بيدي معناها بون جو سوي با تري، لقيت اللي احنا عملناه ما خديناش، دوك لينا اكثر من عام ما خديناش ما شريناش من عند المزود اللي نخدموا معاه، وداير عملنا روبتور معاه خاطر اون ايتي با كونتون دو سون سيرفيس. هذه حاجه. وسنا ماناش بنشري زاد، دونك منين جاي الاخبار وشنو ما اللي الناس كان لاهين يلموا سنا مناش نشريوه على خاطر علاش بالك الفورنيسور متقلق خاطر ما شريتوش لي كونتيتي دون لي كونجيلاتور تي لا نقول لك معناها الحكايه كيفاش اللي بهتتنا. والحاجه الاخرى اللي بهتتنا تو هذه الجمعيه معناها لا بينيون سو رو قال الاخر وتتكلم اكسيتيرا، ما تنجمش تنشد تجي تنشد تقول بربي يقولوا لي كيفاش ولا هاتنا نجاوبها فهمت. واحنا معناها سانوزا بليسي علاش؟ على خاطر احنا نتعاملوا مع المجتمع المدني، نتعاملوا مع جمعيات ترعى بالطفوله، وعندنا حتى جمعيات ايبرجي في معهد باستور بيدو فهمت. دونك سي اللي تقال سي تخي لوا من المبادئ نتاعنا ومن العمل نتاعنا والتفاعل نتاعنا في الخدمه. دونك لقينا اللي معناها وكي ولات الناس تسمع ويكلموني يقولوا جاوب على هذا، اون في لو كومونيكي اللي هو وضح الامور، وان شاء الله توا هي كان على حسن نيه تجينا كان يحبوا الجمعيه ونجموا نعطيوها معلومات ونجموا حتى نتعاملوا معها، خاطر احنا عندنا ناس مختصين في الميدان هذا وينجموا حتى يتفاعلوا معها. وكان تولي هي حكايه سوء نيه ولا حكايه معناها حاجه معموله بالعاني للاساءه لمعهد باستور، وقتها ناخذوا طريق اخر، اجراءات اخرى. اجراءات اخرى. واضح. اذا دكتور هشام الوزير نعرف عندك التزامات، ونشكرك على قبولك الدعوه وحضورك معنا اليوم لهذه التوضيحات. بالتوفيق، وكنا نثمن العمل اللي قاعد يقوم به معهد باستور، وهو ريفيرونس بالنسبه لافريك الكل معناها وبالنسبه لتونس تحديدا. دكتور هكا نكون وصلنا معك لنهايه لقائنا فيما يخص فيروس كوفيد، وان شاء الله يكون معك لقاءات اخرى. اذا نمر الى سرطان البنكرياس. قبل ما نشوفوا هذا الروبورتاج ماذا بيا ناخذ معك فكره دكتور منتصر قاسم. البنكرياس شنية وظيفته؟ المعادكلة شنية وظيفتها في جسم الإنسان؟ يعطيك صحة. ممكن نعديو الصورة الأولى باش نبداو نفهموا واش معناها البنكرياس وين موجود.
البنكرياس عنده منفعته، ما نعرفش الصورة حاضرة ولا لا. يخرجوها كي حاضرين، يقولوا لي حاضرين، حاضرين خرجها. مش مشكل. البنكرياس عنده زوز وظائف. هما زوز وظائف، فما وظيفة باش تعاون على الهضم، دونك ليكزوكرين، البنكرياس اكزوكرين، وفما الوظيفة اندوكرين اللي البنكرياس ولا في الصورة هذه نشوفوا البنكرياس وين موجود. البنكرياس هو كل اللي يجي ما بين في ال هو يلصق في ال 12 في الديودينوم، وعنده قنوات اللي تصب في الامعاء. القناه هذيك، القناه هذيك توصل حتى للامعاء لا سكريسيون دو بانكرا اكزوكرين اللي باش يعاون على الهضم. وفي الدم يتعدى لي زورمون كي سون سكريتي بار لو بانكرا. هذا المنافع. لكن المشكلة اللي البنكرياس هذايا في بعض حالات، في بعض حالات يصير فيه سرطان. أما في رأس البنكرياس وإلا في ذيل البنكرياس. إذا هذه الوظيفة نتاعو كما قلت. دونك عنده دو فونكسيون، دوبل فونكسيون، أندوكرين إكزوكرين. شنو اللي نجم يقلق البنكرياس؟ شنو اللي نجم يقلق وظيفته؟ هو برشا حاجات تقلق وظيفته. إذا كان بصفة غير مباشرة شنو هي الأسباب اللي تنجم ترد غير هو إن عادة أنتم تحكوا برشا على السكري، راهو مرض السكري عنده اتصال مباشر مع البنكرياس، معناتها متفاهمين، معناها يولي مشكل إذا كان الإنسان عنده سكري. فما الماكلة هو اللي يصنع هو اللي يصنع الأنسولين بالضبط. إيه لكن تقلق البنكرياس كل ما هو حاجة قوية، معناها في الواحد ياكلها وقوية نجم تقلق البنكرياس، لكن ماهوش هذاك سبب السرطان. سرطان في البنكرياس في اغلب الحالات ما عندوش اسباب، لكن فما حاجات اللي ممكن تكون سبب غير مباشر في وجود سرطان البنكرياس. دونك نجموا نشوفوا الصوره الثانيه، كان نجموا ولا توا الصوره الثانيه هذه تشوف البنكرياس بالضبط وين موجود. هذاك اللي نشوفوه احمر هذاك الكبد، الاخضر هذيك المراره والقناه نتاعها هو الكوليدوك اللي يصب في ال 12 مع القناه نتاع البنكرياس. دونك الزوز يتلقاو في الديودينوم، لو كوليدوك والكانال هذاك نتاع البنكرياس اللي اسمه الفيرسونغ. كي فما سرطان كما شفنا هذيك البلاصه البيضاء اللي في الوسط اللي في 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 راس السرطان، هذيك وجودها في المكان هذاك باش يعطي العوارض اللي باش نشوفوهم من بعد نتاع سرطان البنكرياس. دكتور، هل مريض السكري هو معني بسرطان المعسكر؟ ما نجموش نقولوا هكا خاطر نجموا نغلطوا العباد، لكن في بعض حالات السكري يعني وجود ديابيت موجود السكري ممكن تكون اول علامه نتاع سرطان البنكرياس. مش 100% راهو قلت لك في بعض حالات نلقاو كونه بدا المرض السرطان في البنكرياس بدا مرض سكري، والانسان يقول لك كنت لاباس عليا ولات عندي ولا عندي ديابيت. وبعد احنا كي نشخصوا نلقاو اللي فما سرطان في البنكرياس. بخلاف مريض السكري شكون اخر معني بسرطان؟ انت كانك تقول لي شو من الحاجات اللي الاسباب يعني كما قلنا راهو في اغلب الحالات ما فماش اسباب. ساعة نسبة وجوده بالمقارنة مع السرطانات الأخرى؟ هذا نسبة وجوده هو ماهوش معناها موجود بكثرة، ممكن الدكتورة تعرف خير مني في الموضوع هذا، هو موجود بكثرة لكن في أقل مثلا من سرطان المعدة، أقل من سرطان الرئة مثلا، أقل من سرطان الثدي عند امرأة، لكن قاعد نشوفوا فيه توا قاعد الحالات قاعدة تكثر من يوم ليوم، معناها قاعدين نشوفوه بصفة بصفة مش عادية. هل نجم نشوف سرطان بنكرياس من غير ما يكون فما سرطان في بقعة أخرى؟ أي لا نجم. ينجم يكون يعني البداية تكون عنده هو ما تكونش في مكان آخر. في أغلب الحالات نبداو في هو نحكيو، إذا ناخذوا لادينو كارسينوم خاطر فما برشا انواع، كي ناخذوا لادينو كارسينوم في البنكرياس عاده اللي هو اغلب الحالات يبدا في البنكرياس ما يبداش في اماكن اخرى. كان مش نحكيو على شو خاصيته الادينو
هو خاصيته كما اللي زاد كارسينوم الكل معناها سرطان، وخاصه في البنكرياس كونه عاده تشخيصه وقت اللي الانسان يبدا تولي عنده العلامات وقتها السرطان تطور. هذاك المشكل نتاعو، معناها ماذا بينا احنا نوصلوا في اول الحالات، لكن في اغلب الحالات و لو شيفر هو 20% دو قداش دو ميتاستاتيك دومبلي، معناها اللي فيهم اللي انتشر من وقت اللي شخصنا المرض 40%. معناها كي نعملوا تشخيص نتاع المرض ونقولوا هذا عنده كونسير دو بانكريا، في 40% عنده موجود في اماكن اخرى انتشر. 60% يكون هو 60% نجموا نعملوا استئصاله، ولا 60% يزاد فيهم العباده اللي تطور شويه لكن قعد في المكان هذاك وقتها باش نستحقوا لل. هل هو موجود بكثره عند النساء ام عند الرجال؟ وشنو نسبه الاعمار اللي نجم يكون فيها؟ نجم طفل صغير نلقاه عنده سرطان بنكرياس؟ طفل صغير صعيب شويه، عاده ديما الناس الكبار عاده، لكن نجم نلقاه عند الناس 40 سنه 30 سنه عاده، اكثر من 50 سنه وزايد عند الرجال من النساء. شو العلامات بتاعه؟ العلامات نجم نشوفوا الصوره اللي بعدها اللي هي فما علامة خاصة، لا نزيدوا صورة لبعضها، هذايا تشخيصك، فما صورة قبل هذه، هي العلامة الأهم، فما صورة قبل هذه بالضبط، حسيت مش مشكلة، العلامة الأهم هي وجود صفر، احنا نقولوا له بصفير لكن صفار في العينين بالضبط، في الصفار في العينين، لكن خاصة ديما مربوط بالكبدة صفار في العينين، لكن لا ينجم يكون مربوط، هو مربوط بالكبدة صحيح، لكن ينجم يكون السبب فيه هو سرطان البنكرياس. سرطان البنكرياس كما قلنا ريت القناة، هذاك القناة اللي هبط الليكيد تاع المرارة، وقت اللي فما انسداد في القناة هذيك المرار كل يرجع للكبد، ومن الكبد يمشي للبدن ويمشي تحت الجلدة، والإنسان يولي أصفر. شو النجم يسد؟ شو اللي شي يصير له؟ يسد، هل هي الحصى اللي نجم يكون موجود ولا لا؟ لا 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 لا, لا. هذه حاجة أخرى، معناها إذا مش بدنا الحصى، ديما وقت اللي فما موجود حصى. شو النجم يسد الكنال اللي يهز هو السرطان بيده، هو اللي يسد. أوكي. والفرق ما بين سرطان وحجر مثلا، فما فرق كبير. السرطان في البنكرياس اول حاجه يعطيها اللي هلا الصفرة هذه في العينين وفي البدن حكان، لكن لا فما لا سخانه لا فما وجع، احنا نقولوا سيتانيكتير نو، الوغ كي فما حجر في المجهول ولا الانسداد من متسبب فيه حجر عاده فما وجع، وخاصه فما سخانه وتزيلف خيز معناها زاد. اي هو الانسان يكون لاباس عليه دو جور لوندما، كان لاباس عليه واللي عنده يحس عينيه صفر، ولا في العائله في قبيه عينيه صفر وعينيه ماشي وتصفى، معناها مش قاعده تتحسن، لا تمشي وتصفار زاد بصفه هامه، معناها نهار لنهار هذيك الصفوريه تقوى، البوله تولي حمراء، وتطير المال كبير يولي مستبيض، على خاطر كما قلنا لابيل هذيك نتاع المراره والكبد ما توصلش للامعاء، كيف هذاك الكل يرجع للكبد، ومن الكبد يتعدى في السيركولاسيون جينيرال. دكتور العلامات هذه بسرعه تظهر والا طويله؟ معناها سفرار في العينين نجموا بشويه بشويه كما قلت انت تدريجيا، الحكاك، هل الحكاك الحم وسفوريه الجلده معناها وسفوريه البشره والعلامات اللي حكيت عليها، هل هي معناها حاده تجي في وقت معين والا لا باستمرار يعني تقعد موجود؟ هو تبدا بشويه وبعد يبدا يكثر الشيء بشويه بشويه، ومع العلامه هذه اللي هو الصفر في العينين وفي البدن والحكان اللي هو اكثر حاجه تقلق المريض، خاطر المريض هو اللي يحك ليل ونهار ما ينعش ينجم يرقد في الليل من غير حاجات تظهر على القشره على الجلده ولا لا؟ لا ما هو كيف يولي يحك يولي يعمل جروح، هذوكم علامه كونه يحك، لكن مع هذايا فما الالتيراسيون ديتا جينيرال، الحاله نتاعو تولي مش باهيه، الانسان ما عادش ياكل عادي، يضعف، دونك هذوما اذا كان نخليه قد ما المده تطويل قد ما العلامات تولي قويه والحاله نتاع المريض تتعكر. لكن وقت اللي المريض يجي في الاول ويقول لنا هاو راني عندي اول حاجه نخمو فيها
نخمو فيها نخمو في الكونسير دو بانكرياس سرطان البانكرياس ونعملوا من الصور اللي نديروا اللي نعملوهم الصوره اللي بعدها نعملوا اسكانير تشخيص كيفاش يصير معناها تشخيص معناها عاده نعملوا اسكانير من اول واسكانير يورينا كيما تشوفوا هذاك سرطان البانكرياس كيما شفتوا مكان البانكرياس الكبد على اليسار المعده الفوق وهذاك الماس هذيك اكل اللحمه الكبيره اللي تشوفوا فيها ما بين الخطوط الاحمر هذاك سرطان البنكرياس. واضح. دكتوره هل فما اسباب اخرى خلاف انه عبد مش معناه اوتوماتيكمون يكون عنده سكري يكون عنده هل فماش اسباب اخرى؟ هل التدخين ينجم يسبب؟ هل الكحول تنجم تسبب؟ هل امراض في الكبد تنجم تسبب؟ والله هو كيف ما قال سي قاسم معناتها في أكثر ديزون 90% من الكونسير نتاع البنكرياس يجي ما عندوش سبب يتسمى سبوراديك. تبقى فما عوامل خطر ولا دي فاكتور دو ريسك اني تنجم تعاون ولا تساهم اللي هو لو ديابيت السمنه التدخين الكحول. وفما نسبه فريمون صغيره اللي هي 5-10% اللي هو ينجم يكون وراثي. وكي نجم يكون وراثي فما عائلات اللي هما فيهم المرض الكونسير دو بانكريا من غير ما فما جين اللي هو ريسبونسابل من الترانسميسيون هذه. فما زيد الامراض وراثيه اللي هذه البريديسبوز تكبر في الريسك نتاع سرطان البنكرياس. وفما حالات زيد اللي فما دي جين مثلا عندنا لو جين بي ار سي ا اللي هو راوه سورتو عند اللي عندهم سرطان الثدي وسرطان البويضات الوراثي هما ينجموا وقت اللي عندهم لو جين عندهم ريسك كبير شويه باش يعملوا كونسير دو بانكريا. مي ذا فريمون 5-10% مي في اكثر الحالات هو يجي من غير اسباب. نشوفوا هذا الروبورتاج فيما يخص الاسباب والاعراض فيما يخص سرطان المعسكر. ثم نعود. سرطان البنكرياس هو سرطان الذي يبدأ في أنسجة البنكرياس وهو عضو في البطن يقع خلف الجزء السفلي من المعدة. يفرز البنكرياس إنزيمات تساعد على الهضم وتنتج هرمونات تساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. تشمل العلامات والأعراض للشكل الأكثر شيوعاً لسرطان البنكرياس اصفرار الجلد والعينين وألام في البطن أو الظهر مع الإرهاق والهزال وكذلك الغثيان وانفتاح في لون البراز إلى جانب فقدان الشهية وفقدان الوزن دون سبب. غالباً لا توجد أعراض في المراحل الأولى من المرض ولا تظهر تلك الأعراض حتى يصل المرض إلى مرحلة متقدمة وينتشر إلى أعضاء أخرى. لذلك ينصح المختصون بإجراء فحوصات الكشف المبكر بشكل دوري لتشخيص السرطان في مراحله المبكرة حيث يكون أكثر قابلية للشفاء. ويعد العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والجراحة خيارات العلاج المتاحة لمرضى سرطان البنكرياس وغالباً ما تكون الجراحة أول خطوة في العلاج لإزالة الورم بشكل كامل. من عوامل الخطورة التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس السمنة والتدخين والإفراط في شرب المواد الكحولية فضلاً عن السكري والتقدم في السن والتهاب البنكرياس المزمن. وللإشارة فقد توصلت دراسة حديثة لعدة باحثين إلى أن مادة كيميائية موجودة في العرقسوس يمكن أن تساعد في مكافحة سرطان البنكرياس بل قادرة على قمع نمو المرض الذي يقتل حوالي 9000 شخص في المملكة المتحدة كل عام. وبعد عدة تجارب على الفئران ثبت أن تلك المادة تخفض معدل بقاء الخلايا السرطانية بنسبة تصل إلى 80% وتعزز تأثير الأدوية المستخدمة عادة لعلاج المرض، وبالتالي فإن اكتشاف هذه المادة يمكن أن يمهد الطريق إلى علاجات جديدة ومحسنة مع آثار جانبية أقل ويساعد في نهاية المطاف في إنقاذ الأرواح. إذن دكتور كيفاش بعد ما نشخصوا هل التشخيص فقط معناه بالأشعة فقط يعني التصوير ولا نعمل تحاليل؟ وبالطبيعة التشخيص السريري هو زاد أيضا يبين كيفاش يتم عملية العلاج؟ هل هي جراحية فقط؟ هو التشخيص احنا مشينا بسرعة زعما باش نوصلوا للمرض، لكن المريض يجينا عادة أما من طرف مختص مع مبعوث ولا ينجم يجي للعيادة الخارجية متاع الجراحة ولا يمشي للعيادة الخارجية متاع الشيميوثيرابي. العلامات أول ما يبدأ يحكي لنا نعرفه اللي هو عنده
90% سرطان البنكرياس، خاطر الامور واضحه كما قلت لك، اصفرار في ساكل الصفرة في العينين، الحكان، وخاصة يقول لك لا عندي لوجيعة لا سخانة لا حتى شيء، والحالة قاعدة تتعكر. هذوما مع بعضهم نعرفوا اللي هو أول حاجة نحكي الحالة قاعدة تتعكر من غير ما يشعر بها معنا. لا يعرف روحه اللي كما شفنا في الـ في الـ الواحد ما عادش ياكل، ما عادش عنده شهية، وقاعد يضعف، يضعف بصفة هامة. احنا وقتها نعملوا نمسوا البطن. نشوفوا اول حاجه كونه افكتيفمون الانسان يحك ويعمل يجرح روحه تلما يحك، وثاني حاجه نمسوا المراره منفوخ، هذه علامه من علامات سرطان البنكرياس. معناها كي نمس انا المريض نلقى المراره منفوخه والمريض مش متقلق، ماهيش التهاب، لا، على خاطر المراره هذاك لو كانال نتاع الكوليدوك مسدود، كل شيء يرجع للكبد، لكن يرجع المراره ينفخها. وقت اللي نمس المراره ونلقاها منفوخه مع العلامات هذوكم نقول 90% عنده سرطان البنكرياس. وقتها نعملوا تحاليل علاش تحاليل؟ اول حاجه باش نثبتوا كونه السفوريه اللي عنده هذاك شنو هو نوعها، هام ياسر، معناها البيليروبين تطلع والفوسفاتاز، معناها كما احنا نقولوا كوليسترولز، ونطلبوا ايكوغرافي دونك صوره بالصدى باش تورينا كون القنوات نتاع الكبده ما ولاو فيهم سكره، معناها مسدود سكرين لوطه، لكن يتوسعوا القنوات نتاع الكبد، تخلق ثنيه اخرى. ومن بعد نعملوا سكانير اللي شفناه اللي يورينا المرض، ويوري خاصه على خاطر هذه حاجه هامه ياسر. البنكرياس هو اورجان اللي هو التالي، ريت انتم قلتوا فما وجيعه في الظهر، هذيك وجيعه في الظهر تجي بعد وقت اللي يبدا منتشر برشا ويمس حاجات هكا من تالية اللي يولي يوجعه، لكن في الاول ما فماش وجع. دونك البنكرياس هو سيتان اورجان اللي في اخر البطن، ماهوش من قدام، من تالي. ومن تالي اش فما عندنا برشا عروق هامه دي فان اي دي زارتير. لو فات دو فير ان بيلون، معناها لو سكانير هذاك اللي يرام ايفونتويلمون، مي سورتو لو سكانير باش يورينا وجود السرطان البنكرياس في البنكرياس، صحيح في عادة في رأس البنكرياس، لكن خاصة شنو الصيلة اللي عنده بك العروق هذوك، مش نعرفوا، على خاطر هذا حاجة هامة ياسر توا. وذاك علاش احنا جبدنا الموضوع هذا، لخاطر فيه تطورات في البريزون شارج، في علاج، ما عادش الجراح وحده حل وشوف، لا لا لا، تشخيص لولاني باش يكلاسي المريض، هو ثلاثة مراحل المريض باش نحطوه في ثلاثة مناطق. المريض ما عنده حتى مع مشكل ينجم يكون جراحي من الاول. الحالة الثانية انتشر لكن ما انتشرش برشا، تو نحكيو عليه الموضوع. الحالة الثالثة هو منتشر، ما نحكيوش على الميتاستاز، منتشر ديما في مكانه. في هو. فوالا. الحالة الأولى الجراحة من الأول، أول حاجة نعملوا له جراحة. الحالات الثانية الأولى البوردر لاين ولوكال مافونسي، معناها بوردر لاين انتشر لكن ما انتشرش برشا، والحالة الثالثة انتشر برشا في المكان اللي هو، وخاصة مس العروق اللي يرجع تولي العملية صعبة، وتولي حتى البرونوسيك ولي خايب، هذاك علاش نستحقوا العلاج. دونك في الحالة الأولى هو جراحي فقط. جراحي فقط، جراحي فقط من الأول، لكن من بعد تو نزيدوا نحكيوا في الموضوع، على خاطر الشيميوثيرابي ولات عندها مكان خاص ومكان هام. بريفونتيف اوسي، بارابور على كومبليكاسيون اي بارابور على ميتاستاز. بعد العمليه تحب تقول انت. اي بروبابلومون اون فير سا. دونك احنا اذا كان نعملوا التشخيص نتاعنا ونعملوا الصور نتاعنا ونعملوا كل شيء، والمريض المرض نتاعه صغير اقل من 4 سنتيمتر، وخاصة ما مسش العروق اللي بحذاهم اللي هما خاصة باش نقولهم لا فان ميزونتيريك سوبيرير اي لارتير ميزونتيريك سوبيرير، اللي هما زوز عروق هامين للامعاء. اذا كان ما تمسهمش هذوما نجموا نعملوا عملية معناها من الاول، على غير ما نعمل عملية تنحي جزء منها ولا تنحي الكل؟ تو نشوفوا بعد العلاج، خاطر في كل الحالات العلاج الجراحة نمشي للحالة الأولانية وبعد نمشي لا خاطر بعد الحالة الأولى الثانية والثالثة نجموا نرجعوا للجراحة. نعم. دونك فما الجراحة من الأول وفما الكيمياوي والجراحة. دونك كوني أنت كي تلقاه ما مسش العروق اللي قلت عليهم الكبار، تنجم تمشي للجراحة من غير ما تتعدى بالشيميو تيرابي. من غير ما تتعدى بالشيميو. هذه في 20% من الحالات. في 20% من الحالات. نسميوه ريزيكابل دومبلي. شو تنحي أنت؟ مالا نشوفوا الصورة نتاعنا، خاطر باش نحيوا برشا حاجات.
والعمليه هي بيدها راهو من سي ما تطورتش معناها هذيك هي بيدها اللي نسميوها احنا لا دي بي سي. دونك تنحي جزء منها تنحي المكان اللي حاجتك بيه معناها نحي جزء من المعده نحي المراره والقنوات نتاع المريه المراره نحيها اي نحي راس البنكرياس كل نحي 12 فوالا هاوكا اللي باش نحيوه الكل هو اللي مصور في الصوره اللي على اليمين معناها باش نحيو جزء من المعده نحيو المراره والكوليدوك نحيو ال 12 ريتو نحيو راس البنكرياس ونقصوا في الامعاء الجيده وبعد نرجعوا هذاك السيركوي مادام نحينا برشا حاجات يلزمنا نرجعوا دونك نجموا نرجعوا كما في الصوره هذه اللي على اليمين اما نلصقوا البنكرياس في المعده ولا ومن بعد نلصقوا القنوات هاوك الخضر في الامعاء هذوك القنوات نتاع الكبد ومن بعد نلصقوا المعده للامعاء الجيده. فما نوعيه اخرى بتاع ترجيع السيلو سيركوي كان نجم نشوفوا الصوره اللي بعدها ولا الصوره هذه رجعنا البونكري على لصقناه في الامعاء الجيده هذيك الا هذيك البي هي لصقوا القنوات نتاع الكبد في الامعاء الجيده والدي هذيك لصقنا المعده للامعاء الجيده هذه دي نو بونكرياس نحينا منه راس البونكريا الكل راس البونكريا اللي لاصق في العروق اذا لو كونسير في التيت دو بونكريا اي هذا لو بون خاطر ينجم يكون في ذيل البونكريا ولا في ذيل البونكريا معناتها النوع نتاع الجراحه تفرق كي يبدا في الذيل عندنا الصوره اللي بعدها نحي وقتها ذيل البونكرياس كيما شفنا هكا ريت السرطان في الذيل البونكريا ولا في الكور دو بونكريا نحيو اللي على اليسار الكل ونسكروا البنكرياس على غير ما نلصقوا حتى شيء في اغلب الحالات المراره الارات هذيك الحمراء اللي على اليمين في اغلب الحالات نحيوها وقت اللي فما سرطان في ذيل البنكرياس نسميه هذه سبلينو بنكراتيكتومي غوش الاخرى دي بي سي اللي نحيته دكتوره كي الاصفر الغامق لوكخ معناها صحيت اللي في الصوره اللي على اليسار واللي يقعد البنكرياس اللي يقعد نخيطوا وعلاش تنجم تقول علاش هذه نخيطوه والاخر نلصقوه على خاطر القناه نتاع البنكرياس يمشي من اليسار لليمين يمشي من اليسار لليمين وقت اللي احنا نقصوه وهو في ثنيته يلزم نرجعوه نلصقوه في الامعاء وقت اللي نقصوه وراء الثنيه نتاعو ما حشناش باش نلصقوه نسكروه وكهو نقفوني دكتور الناس هذوما اللي تعملوا لهم العمليات النوع الاول والثاني اللي شفناه في الراس وفي الذيل نتاع البنكرياس كيفاش ينجموا يعيشوا من بعد معناها بس مازال ما مشيناش للشيميوثيرابي هل هو لا هي عمليه من اكبر العمليات اللي نعملوهم احنا معناها حتى المريض يبدا في باله قبل العمليه والعائله في بالهم وكل شيء فما مضاعفات موجوده برشا في بعض حالات موجوده حتى في 50% ويلزم اذا جراح يعرف يعمل العمليه هذا يلزم يعرف زاد يتصرف وقت اللي فما المضاعفات. المريض عمل عمليته والعمليه ناجحه. في تصير هذه في مومون دو لوبيراسيون؟ لا في مومون دو لانترفونسيون عاده لا. من بعد في الايام الاولى نتاع العمليه. على خاطر كما قلنا برشا غرز وبرشا خياط وبرشا 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 هذوك ينجموا ما يشدوش وتصير مضاعفات. وانت تخرج ويروح لداره ولا يقعد شويه اون كونفاليسونس؟ يقعد ما بين 5 و10 ايام بعد العمليه. تهناو عليه تماما ويروح على روحه وبعد نشوفوه لكن في المده هذيك كالخمسة وعشر ايام ينجم يعمل مضاعفات والمضاعفات احنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيهم وفي بعض حالات زاد المضاعفات كبار برشا والانسان اذا يبدا كبير في العمر ينجم ما يتحملش فهمت لكن في اغلب الحالات حتى كان في مضاعفات المريض يبرى ان شاء الله دونك بعد ما نحيو هذوما الكل المريض نحكيو معاه ونقولوا له شو ما الحاجات اللي ما ينجمش ياكلهم وكيفاش يزبو ياكل وكيفاش يزم اما ينجم يرجع حياته عاديه شويه نظام غذائي كهو فقط وقتاش نرافقوا معناها الجراح هل قبل العمليه وفي الحالات اللي نحكيو فيهم تو مازلنا باش نجيو للي بعد وقتاش نقولوا اي ولا لا نجموا نكملوا العلاج بعد الجراحه بالعلاج الكيميائي. دونك توا احنا نحكيو على المرحله اللي هو غيزيكابل باش يتشق وعملنا العمليه. معناها اول تدخل هو الجراحه. اول تدخل فوالا جراحه ممكنه صارت الجراحه.
اللي يصير هو بعد ما يحضر الريزلتا انابات تحليل الخليه تاع تحليل الخليه اللي هو باش يقول لنا ستات قداش كبرها لا تومور. خاطر زاد كي نعملوا العمليه فما الولسيس يتنحى باش نشوفوا الولسيس اللي فيه قداش من الولسيس مريضه ولا لا. يعني هو الولسيس لي غونغليون اللي بحذا السرطان اللي بحذا اللي دايرين بسرطان هما يتنحاهم على العمليه. الدوسي باش يتقدم في اجتماع طبي هذه لا ريونيون دو كونسرتاسيون بلوريديسيبلينير اللي تيوريكمون كل دوسي نتاع سرطان لازم يتقدم باش نقروا العلاج التكميلي. في البنكرياس بارتيكوليارمون نعرفوا اللي كي تصير العمليه مهما يكون ستاد نتاع لا تومور مهما تكون التاي نتاعها ولا الفما لي غونغليون مرضى ولا مش مرضى لازمنا نعملوا علاج وقائي تكميلي اللي هي باش تكون شيميوثيرابي. هي باش تكون علاش نقول وقائي خاطر احنا نعملوا فيه وقايه باش المرض ما يرجعش ترغي المول المريض تو ما عاد عنده حتى شيء. وكيفاش باش يكون هذا العلاج الكيميائي؟ هو علاج باش يدوم 6 اشهر باش يكونوا جرعات يصيروا كل 15 يوم اوتوماتيكمون ولا لا؟ بارتيكوليارمون في الكانسير دو بانكرياس اي اوتوماتيكمون اوتون في امراض سرطانيه اخرى فما نلوجوا على حاجات كان اكثر من 2 سنتي ولا اقل ولا فما غونغليون ممسوس ولا في البانكرياس ليتود معناتها اللي هي توا نستندوا عليها واللي نعملوا بها العلاج هذا هوني وفي العالم الكل ورات اللي فما ان بينيفيس ان نعملوا الشيميوثيرابي هذايا مهما يكون ستاد دو لا تومور وهو دواء يدوم 6 اشهر. هل بالسهل يعني بالسهل اليوم مع المواعيد ومع نسبه وجود هذا المرض خاصه نحكي على المستشفيات هل بسهوله تلقاو يعني اوتوماتيكمون جوست بعد الجراحه؟ هو بعد الجراحه اي العلاج الكيميائي اون جينيرال ما يلزموش يفوت 60 يوم بعد ما تصير العمليه. ديجا كيف ما قلنا هي العمليه شهرين لا اي هو ديجا المريض لازم يقوم شويه من العمليه لو طون اللي شد روحه باش يجينا في العياده. اذا الدوسي تقدم في الاجتماع الطبي وحنا في بالنا به يخلط في الموعد نتاعو عاده ما فماش مشكله لو طون اللي يجي الكونسلتاسيون يكمل هو شويه الكونفاليسانس نتاعو وبعد يبدا في العلاج الكيميائي. دونك هذه الحالة الأولى اللي هي أحسن حالة. اللي نبداو بالجراحة. بدينا بالجراحة ونحينا له كل شيء والمريض تسمى جراحيا براء. لكن توا الشيميوثيرابي. وقتاش تبدا العلاج الكيميائي قبل الجراحة وقتاش يبدا؟ هذا هو توا باش نمشيو للمرحلة اللي من بعد. زوز مرضى الآخرين. حبيت نقول أول حاجة كونه حتى قبل العملية راهو الملف يتعدى على الاجتماع نتاعنا اللي نبداو كلنا ملومين فيه. لو ستاف سي لا ار سي بي. La réunion de concertation pluridisciplinaire. Elle fait un مختصين من كل الاختصاصين ونتحاوروا ما بين بعضنا ونقروا هذايا باش يمشي الجراحه طول، هذايا لا، هذايا باش يمشي في نحطوه في المرحله الثانيه اللي اسمه بوردر لاين. اللي هو معناها فما معناها حاجه تقول هذايا المريض هذايا راهو بوردر لاين، نشوفوا في الصور نتاعو في التشخيص وكل شيء، نحن نكلاسيوه بوردر لاين. معناها راهو منتشر لكن ماهوش منتشر بصفة مهولة، لكن ما هو جراحي ما يلزمش الجراحة تجي الأول، يلزم الشيميوثيرابية اللي هي تجي الأولى. خاطر علاش؟ خاطر ساعات يسألونا المرضى يقول علاش ما نعملش الجراحة إذا هو ما انتشرش وما عملش دي ميتاستات؟ على خاطر نعرفوا إذا هو متقدم شوية بوردر لاين ولا لوكالمون أفونسي، إذا باش تعمل الجراحة مش باش تكون جراحة كاملة، معناتها سي با أون شيرجي كارسينولوجيك. اللي هي تنحي الورم كامل من غير ما تخلي فيه سي بور سا وقتها نبداو نلتجئوا للعلاج اللي هو جينيرال العلاج الكيميائي وبعدين كان باش يعمل علاج كيميائي الحاله هذه في الحاله هذه العلاج الكيميائي هو سورتو لوبجيكتيف باش ينقص يقلص من حجم الورم دون لوبجيكتيف ان نمشيو العمليه انه يتم الاستئصال نتاعو. كيف ما قال سي قاسم هو في يبدا متقدم شويه عندنا زوز انواع بوردر لاين ولا لوكالمون افونسي هما سي دي ديفينيسيون اناتوميك معناتها حسب قديش بارابور للاختير ولا بارابور للفي نعرفوا كي يبدا بوردر لاين معناتها متقدم اقل من لوكالمون افونسي. دونك احنا باش نبداو بالعلاج الكيميائي. فما حاجه اخرى قبل ساعات كي المريض يبدا عنده صفوريه دونك الصفوريه في الحالات هذه لازمنا نحطوا دعامه نحطوا بروتيز باش نحيوا الصفوريه هذيك باش المريض ينجم يعدي الدواء نعملوا ناخذوا عينه باش نتحقوا اللي فما سرطان على خاطر باش المختصين. شنو تقصد تنحي الصفوريه معناها كيف تنحي الصفوريه؟ ما نحطوا دعامه في وسط المجرى هذاك اللي هي قلنا مسدوده
وقت اللي نحطوا دعامه يولي ما عادش انسداد ولا شيء يتعدى في اللمعه. دونك انت باش تسهل عمليه هو عندها دوز اوبجيكتيف، زوز اهداف في الدعامه. الهدف الاول كانوا المريض حالته تتحسن، ما دام ما نجمش نعملوا له عمليه من الاول باش يعمل ادويه قبل، حالته تتحسن، ما عادش يحك، يولي يرقد في الليل، يولي ياكل، اموره تتحسن، هذا الهدف الثاني الاول. الهدف الثاني كون الكبد يرجع عادي، ينقص والمختصين نتاع الكيمياء ويزم الكبد يبدا لباس باش ينجم يقبل العلاج الكيميائي. دونك شنو نعمل؟ جراحه باش تحط الدعام. استنى دعم الجراحه. توا احنا تعدينا للسيد اللي ما يلزموش يعمل جراحه من الاول. اللي في المرحله حطوا له دعامه بارفوندوسكوبيك الجاسترو يمشي بالفيبرو ويحط له بروتيز في وسط الوبيليير. داكور اي اون ميم طون يعمل له اون بيوبسي. دونك عندنا بيوبسي اللي هي العينه بوزيتيف والدعامه موجوده، المريض تتحسن اموره يتعدى عند الشيميوثيرابي. والشيميوثيرابي معروفه معناها هو فولفيرينوكس ولا معروف معناها هي 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 هو فرنسي معناها اكتشاف فرنسي. اي لاسوسياسيون فرنسي والفرنسيس فرحانين به ياسر الاكتشاف خاطر بالحق عاون بكثره البنكرياس وامراض اخرى. دونك الدعامه تحطت والعينه جات والمريض تعدى للشيميوثيرابي. تحسن التحليل نتاع الكبده خاطر نعرفوا اللي فما دويات نتاع علاج كيميائي اللي هي تتعدى الميتابوليزم يصير في الكبده، دونك لازمنا الفونكسيون ايباتيك تكون تحسنت. اللي باش يصير باش نعملوا العلاج الكيميائي مده 3 شهور وبعديك نعاودوا التشخيص، باش نعاودوا سكانير ونشوفوا كيفاش. 3 شهور شو تقصد 3 شهور؟ بمعدل قداش؟ حصه كل 15 يوم، معناتها اون جينيرال 6 حصص. دونك بعد 6 حصص باش نعاودوا التشخيص، نعاودوا سكانير وباش نشوفوا كيفاش المرض ليفوليسيون تاع المرض. نتيجة الكيميائي. الوغ عندنا برشا حالات، سوا الحجم نتاع التومور نقص وانه نجموا نعملوا عمليه، في الحاله هذيك نجموا وقتها نمشيو طول العمليه. فما حالات انه هو ينقص مي بون با اسي اني العمليه تنجم تصير، وقتها زيد باش نعاودوا نستندوا زيد فما تحليل نعملوه اللي هو مهم في البنكرياس، لو ماركور تشومورال هو علامه المرض اللي هو يبدا طالع بالاول كي المرض يبدا متقدم، وبعد كي المرض يبدا ينقص هو يطيح. دونك اذا فما جواب حتى متوسط والماركور طاح ونقولوا المريض ينجم يزيد تمشي معاه الدواء نكملوا. وفما حالات اللي كي نكمل نعملوا 3 اشهر ما تحسنتش برشا لا تومور، في الوقت هذاك نجموا حتى نمشيو نعملوا علاج بالاشعه. ومالوغوزمون زاد فما دي سيتواسيون اللي نلقاو المرض انتشر، ساعات لا تومور ال ريزيست اسمومون لازمنا نبدلوا العلاج الكيميائي. دونك في لي بوردور لاين اللي هما اقل انتشار ان لوكال الثلث نتاعهم ينجموا يسابريت للشيرجي، تنجم تصير لهم بعد جراحه. لي لوكالمون افانسي معناتها لي فغي لوكالمون افانسي اللي هما ميسين برشا في الاختير وفي الفين، نعرفوا في العروق الكبار، في العروق الكبار نعرفوا اللي ينقصوا، مي في اكثريه الاوقات ما ينجموش يخلطوا يعملوا العمليه. دونك احنا نعطيو الشيميو باش نحاولوا ستابيليز المرض او ماكسيموم، وبعد نكملوا نعملوا حتى علاج بالاشعه اللي باش يكمل هو الى تاك لي سيلول تومورال. احنا كي نبداو كي نقروا باش نبداو بالشيميوثيرابي، وقت اللي نقروا باش نبداو بالشيميوثيرابي ونعملوا كما قال الدكتوره التشخيص بعد 3 اشهر ونشوفوا اللي المرض ما زادش وما نقصش، لكن ديما فرد مكان ستابل معناها ستابل والحالته تحسنت، حاله المريض تحسنت وكما قالت التحليل اللي عملناه هبط بصفه مهوله، نجموا نعملوا عمليه. على خاطر صعيب ياسر باش نفرقوا ما بين السرطان اللي مازال موجود والفيبروز اللي تكونت من جراء الشيميوثيرابي. احنا وخاصة كي يبدا صغير ويتحمل عملية نقولوا نمشيو نعملوا عملية. وعادة وعادة تقصد الفيبروز اللي تتكونت من الشيميوثيرابي؟ اي معناتها كي تموت سيت اون رياكسيون كي يموت الخلايا اي تتولي لا فيبروز. لا فيبروز اللي نجم سكانير كي راها تظهر كاين تيومور. دونك في الحالات هذوكم نقولوا لا نمشيو نعملوا عملية لخاطر بروبابلومون باش نجموا نبريو المريض. معناها هو باش نبداو واضحين احسن علاج هي جراحه، لكن جراحه وحدها ما عادش تكفي تو.
والجراح وحده ما عادش ينجم يقرر وحده، ما عادش تكميلي العلاج تكميلي يلزم اما تكميلي ولا تحضيري راهو زوز كيف كيف. دونك احنا شفنا البوردر لاين هذايا السيد اللي منتشر شويه لكن مش منتشر برشا، وبدينا بالشيميوثيرابي والنتيجه باهيه، والا قد مستقر وحالته تحسنت وكما قلنا التحليل نقص، نجموا نعملوا له عمليه اللي قلنا عليها هذيك، هي بيد العمليه مع اليمين ولا اليسار، المفيد نحيه واللي لازم يتنحى، ومن بعد باش يعمل الكيماوي نتاعو اوتوماتيكمون. الحاله الثالثه اللي احنا باش نحكيو عليها زاد عندها قيمه هي لوكالمون افونسي، معناها من الاول نشوفوا اللي المرض موجود لكن منتشر بصفه كبيره ماهوش نتاع جراحه من الاول، هذاك نبداو متفاهمين فيه ما وممكن ماهوش باش يولي جراحه، لكن احنا نكبشوا ونحاولوا وحصص الكيميائي تكون اكثر يظهر لي من الاول. هو غالبا هذوما كو سوا لي شق ولا لي فورم لوكالمون افونسي ديما عندنا 6 اشهر، لازم يكمل 6 اشهر نتاع العلاج نتاعو، دونك ساعات حتى لي لوكالمون افونسي يكملوا 6 اشهر علاج والمرض ما يتقدمش ونعملوا الاشعه ويقعد المرض ستابل معناتها محصور، ما نكملوا حتى شيء، نقعدوا جوست نعملوا المراقبه ما اكثر. ابخي في لي ستاد 4 تولي حاجه اخرى معناتها. في اللوكالمون افونسي اللي هو منتشر، دونك الخصين المختصين في الشيميوثيرابي يبداو الشيميو يعملوا ليفالواسيون تاعهم، المريض عاده ما تتحسنش اموره بالكدا بالكدا كما قال الدكتور، نتعداو للراديوثيرابي، دونك تولي راديو شيميو راديو شيميو، ومن بعد نعاودوا نعملوا اون اوتر ايفالواسيون باش نشوفوا اسكو بالراديو شيميو ولا جراحي ولا، على خاطر النجاح نتاعنا في الكونسير دو بانكرا وقت اللي المريض يولي جراحي، لو كانوا جراحي من الاول حاجه باهيه، كانوا جراحي من بعد ما عمل الشيميو حاجه باهيه، لو كان ولا جراحي بعد الشيميو والراديو حاجه باهيه، المفيد نعملوا له عمليه باش نعملوا استئصال المرض، وهذا الكل نقروه مع بعضنا، معناها من المريض الملف الكل نبداو نشوفوا فيه بالطرف بالطرف راهو المريض باش نشوفوا هذا شنو هذا باش نقروا باش ناخذوا القرار الاهم. واضح. اذا بالنسبه للعلاج بالكيمياء يقع تحضير المرضى للعلاج ومضاعفه العلاج؟ بيان سور يقع تحضير المرضى، فما ديجا تحليل كامل اللي هو يصير. احنا في العلاج الكيميائي اللي ياخذه المريض هو يتكون من 3 انواع نتاع دويات، فما دواء ديجا المريض لازم يمشي يعمل تحليل، التحليل نتاع الانزيم اللي هي كي ديغراد الموليكول هذا لو 5 فو اللي هي اون جينيرال تقعد 10-15 يوم باش احنا بعديك اون ادابت الدوز نتاع الدواء نتاعنا، دونك هذايا فما تحاليل يلزم بيان سور تحليل كامل نتاع الدم. فما ركبوا لا شامبر امبلونتابل اللي هو جهاز اللي نعديو منه الشيميوثيرابي، وزاد نحضروا معانا فما ماتيريال هي كيل دبوزه صغيره اللي خاطر فما نوع من الدواء. لا انا مانيش نحكي على التحضير هذا، نحكي التحضير النفساني خاطر بعد يتعب هو، معناها تقولوا له شنو الاعراض نتاع الشيميوثيرابي ماهيش حاجه سهله. بيان سور احنا كي باش يجينا المريض في الكونسلتاسيون فما لانونس دياغنوستيك هو ديجا يبدا في بالو ملي شاف الجراح، دونك فما لانونس دياغنوستيك نحاولوا نفسروا له. البسيكياتر والبسيكولوج اكزيست ولا لا؟ لو بسيكولوج اكزيست بون الوبيتال، معناتها احنا عندنا لو بسيكولوج، ابخي كان فما لو بوزوان انه المريض يشوف بسيكياتر نبعثوهم لو بسيكياتر بيان ايفيدامون، ولا هما يتواجهوا لو بسيكياتر بارابور للعوارض معناتها لي زيفي سكوندير نتاع الدواء بيان ايفيدامون نحكيو فيهم من الاول ونفسروهم له. اي بي احنا ديما موجودين معناتها خاطر عندنا لي زورجونس نتاعنا ديما 24/24 فما اي حاجه يجي. هو المريض يجي في عند الجراح ونعديه في الاجتماع نتاعنا، ومن بعد الجراح يشوف المريض نتاعو ويقول له باش يعمل عمليه ولا باش يتعدى للشيميو. ديجا احنا نبداو كي نجبدوا له على الشيميو يبدا يسال فينا هو. ولا امراه ولا شعر باش يطيح شو اللي باش يصير، نقول له تفاهموا مع المختصين تو يفسروا لكم، فهمت؟ دونك فما كلام مع المريض تحذير، معناه لا هو في العالم اجمع موجود الطبيب المختص في الجانب النفساني يجب يكون هو اللي يقول على المرض. لكن احنا في تونس عندنا مشكله، عندنا مشكلة، عندنا مشكل كبيره للمريض ما يقبلش، انت كي تقول له باش تمشي تصلح عزايز ديجا يتبلوك، معناها اللورك في الخارج اول طبيب يشوفه يعطيه دياغنوستيك يقول له راهو عندك كونسير دو بانكريا، مش يقول له ممكن هكا وراهو لحمه، لا طول يقول له راهو عندك كونسير دو بانكريا، معناها مش اللي زي بدالنا احنا يلزمنا عاده حتى من العائله تقول بربي ما تقولولوش راهو ما في بالوش، دونك نبداو نحاولوا، لكن وقت اللي مش يبدا الشيميو اش باش تخبي، ما فما ما تخبي،
دونك هما اكثر ناس يتحملوا مسؤوليه الاعلان وال هما الشيميوثيرابي. وساعات ساعات الراديولوج معناها اللي ما عنده حتى دخل هو يقول لك الراديولوج ما عندوش الحق يقول هي ما المريض يقول له هاك عملت تصوير عملت لي سكان لازم تقول لي شنو اللي عندك وهذه لانونس اصعب حاجه وما ينساهاش المريض بكل هي صعيبه الطريقه اللي تتقلوا بها ما ينساهاش هي صعيبه وهو زاد يقعد شخطوه هذا البنكرياس مرض خطير معناتها اللي البرونوستيك نتاعو معناها المهم يمشي عالج بكري معناها فوالا دونك الحق اون ايسي احنا نحاولوا كيف ما قال سي قاسم معناتها زاد كل واحد والمونتاليتي نتاعو كل واحد كيفاش يتقبل نحاولوا اون سادابت كيف ما هو يقبل المريض بلطف عليهم ان شاء الله بطبيعه صعيب راهي مش سهله انه نقولوا لهم ومش سهل انه يبدا معناها هي رحله يرافق فيها الطبيب هذا المريض والطبيب ما يكونش وحده نورمالمون يكون مرافق من الاطباء وايضا من العائله ان شاء الله نقولوا ربي يشفي الناس كل بطبيعه بالنسبه لي والهام في هذا الكل انه التشخيص يكون مبكر وما نتغفلش على اشياء كيما هذه والوقايه باش نحكيو فيها بعد قليل لكن قبل هذا عندنا روبورتاج خاص بفعاليات الاحتفال بخمسينيات افاد اول بعثه صحيه طبيه صينيه الى تونس ثم نعود. في اطار دعم علاقات التعاون الثنائي بين تونس وجمهوريه الصين الشعبيه في عدد من المجالات الصحيه وبحضور سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس والي أشرف وزير الصحة لمرابط رفقة نائب وزير الصحة الصيني على فعاليات الاحتفال بخمسينية إفاد أول بعثة طبية صينية إلى بلادنا احتفالية ثمن خلالها مرابط التعاون المثمر في القطاع الصحي بين البلدين ونسق تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مختلف الاختصاصات الطبية والصحية لا سيما منها التكنولوجيات الطبية الحديثة والصناعات الدوائية. 50 سنة من التعاون التونسي الصيني في مجال الصحة وبالتحديد معناتها البعثان فرق طبية صينية إلى تونس اللي تعاون في الجهات الصحية بمستشفى المرسى وخصوصا معناتها الوخز بالإبر لاكوبانكتور لكن كذلك تواجد الأطباء هذوما في جندوبة في سيدي بوزيد في قفصة منذ 50 سنة داودوا 1153 طبيب صيني مع زملائهم التونسيين من عديد الاختصاصات أمراض القلب أمراض النساء أمراض الأطفال أمراض الحنجرة وداودوا مع 1153 طبيب على 27 بعثة صحية يجيوا لتونس منذ 50 سنة. من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس عن استعداد بلاده لمواصلة تنفيذ برامج الشراكة بين الجانبين وإرساء برامج جديدة تهدف إلى تكوين وتطوير المهارات في الاختصاصات الطبية الحديثة. أجل إنه يعتبر البداية لتعاون المستقبل الأكثر مثمرا خمسينات السنة الماضية إنها مهمة وشهد التعاون الصيني التونسي إنجازات مهمة في كافة المجالات ومستقبلا نستعد ونحرص على التطوير وتعميق التعاون بيننا سواء في مجال الصحة أو غيرها من المجالات وبعد أسبوع أو أسبوعين بالأكثر سيرسل الجانب الصيني فريق لتونس للقيام بالدراسة الميدانية لإنشاء مركز سرطان بقابس. التعاون في المجال الصحي بين تونس والصين يعود إلى سنة 73 مع إرسال أول بعثة طبية إلى تونس بعثة شارك فيها أطباء في عدد من الاختصاصات منها الجراحة العامة وطب القلب والشرايين وطب النساء والتوليد وطب الأطفال والتصوير بالأشعة والوخز بالإبر وقدموا خلالها خدمات صحية وعلاجية بل وأجروا تدخلات جراحية بمختلف المستشفيات التونسية. الصين اللي عاونت تونس في تصديها لجائحة كوفيد كما تعرفوا بإرسال التلقيح وبالمعدات الطبية ولكن كذلك بإنشاء المستشفى الجديد بصفاقس
الذي معناتها هو هبة من الدولة الصينية إلى تونس. وكذلك هنالك المشروع الرئاسي، مشروع سيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، هو معناتها قطب لأمراض السرطان بجابس، وإن شاء الله سيتم الشروع فيه قريبا. هذه البرامج المشتركة المنفذة طيلة السنوات الماضية والتبادل الخبرات ذات الصلة بين البلدين ساهمت في توفير الخدمات الطبية والمتابعة الصحية بالمناطق الداخلية التونسية. إذن كنا نتحدث على كيفية العلاج بالنسبة لسرطان المعثكلة، ما فماش كان في صلحة فقط هذا معنى أنواع من العلاج بالكيميائي، فما في أماكن أخرى كما جندوبة. في أماكن أخرى سيفغي احنا صالح عزايز يقعد هو السنتر أكثر واحد يدغين لمالات بقى زيدا. نحب نقولوا لي في تونس عنا معهد صالح عزايز، عنا قسم أمراض العلاج الأورام في أرينا، فما زيدا قطب وان غران سنتر في جندوبة اللي بتيتر ساعات المرضى ما يعرفوش اللي هو موجود، نقولوا لهم هو الطب اللي يوجهوهم عادة، هو أي واحد. هو الطب احنا ماذا بينا ساعات حتى الطب دو بروميير ليني من الاول اللي يشوف يوجهه. طب باغ اكزومبل جندوبة سي ان سنتر اللي فيه قسم الكيميائي، قسم العلاج بالأشعة، فيه جراحة الأورام معناتها كامل، المريض ينجم يمشي ما يستحقش انه يجي لصالح عزايز. فما زاد في قفصة، عندنا في جيبس، ابار زاد لي سنتر اللي فما في سوسة وصفاقس. Ce que je veux dire, c'est vrai. Étatique, étatique. Là, on parle étatique. Nebel. Non. Nebel. Ou Nebel. Ou Nebel service fi Nebel. C'est vrai. Ils disent que les mawaïd fi Salah Azaïs. Bon, c'est vrai. Les mawaïd, les rendez-vous, le بعد على عبيد الكل. خاطر هذا مرض هو مرض العصر عميل ويزيد ولو نومبر دو مالاد عميل ويزيد. مي باغ كونتر ينجموا لي مالاد اللي يبداو قراب من لي سونتر هذوما ينجموا يمشيو ينقص احنا على تونس. وهما او ميم طون رانا كلنا كيف كيف معطانا لي ميم بروتوكول كلنا. فما ثوره في العلاج معناها، فما ريفوليسيون في لي ميديكامون نتاع الشيميوثيرابي اللي ما يعطيوش الاعراض الجانبيه تحسن شي شويه معناها. الوغ فما ان فيت ميم با لو بانكريا معناتها لي ثيرابوتيك جدد نحكي ولا لا ميديسين دو بريسيزيون. فما العلاج الموجه لي ثيرابي سيبلي، عندنا العلاج المناعي اللي هو بالحق عمل ثوره في انواع من السرطان، مثلا سرطان الريه، في الميلانوم سرطان الجلده. مي توا اليوم معناتها الموضوعنا سرطان البنكرياس، في الوقت الحالي العلاج لا ريفيرونس تقعد هي لا شيميوثيرابي. واضح. دكتور في ختام هذا اللقاء، اهم ربما النصائح اللي نجموا ناخذوها من خلال معناها ما قيل اليوم فيما يخص معالجه والوقايه من سرطان المعثكل؟ هو كونه سرطان البنكرياس موجود قاعد يتكاثر من يوم الى يوم، اول علامات الانسان يشوفهم يلزم يمشي عدي عند الطبيب نتاعو، وقد ما نخلطوا بكري قد ما امكانيه علاجه تولي وارده. احسن لو كان الانسان عنده سرطان البنكرياس ما يلزمش يقول راهو حياته فات، لا راهو باش نعديوه كما قلنا على الاجتماع نتاعنا ونقروا اسكو هو جراحي من الاول والا يلزم ياخذوا الكيماوي. على وفيما يخص الكيماوي وقت اللي ياخذ المريض الشيميوثيرابي على خاطر هو يلزم ياخذ شيميو ماهوش جراحي من الاول، الكيمياء العلاج بالشيميوثيرابي يعاوننا برشا احنا الجراحين خاطر يسهل لنا المرض، وفي حالات اللي شفناهم احنا بعد ما عملنا العمليه لقينا كونه الورم ذاب تماما، معناها الانسان برا معناها ما عادش عنده سرطان، حتى لو كان باش ياخذ الشيميوثيرابي من بعد ما يسالش، لكن يتسمى برا. وقد ما نخلطوا بكري قد ما الانسان يولي جراحي من الاول ولا بعد، وقد ما نجموا نحيوا نعملوا استئصال المرض واللي يلزم يصير معاه، قد ما البرونوستيك والمستقبل يبدا خير. في الوقايه يظهر لي ما فماش وقايه كبيره على خاطر الغذاء عنده قيمه ولا لا؟ الغذاء عنده قيمه ما لخاطر السمنه عندها بلاصتها في سرطان البنكرياس. السكر اللي مش متوازن زاده ما نجموش نقولوا هكا، راهو السكر معناها لو ديابيت ماهوش سي با اون كوز c'est une conséquence. معناها سرطان البنكرياس ينجم يعطي ديابيت، مي ديابيت ما يعطيش اوتوماتيكمون كما قبيله في فما حاجه اللي انا مانيش مقتنع بها وقت التهاب مزمن في البنكرياس. التهاب مزمن في البنكرياتيت كرونيك وي، فما امكانيه كونه لي نوديول دو بنكرياس
ينجم دي نودول بنكرياتيس كرونيك يولي فيه التهاب مزمن، يولي ينجم يولي سرطان. لكن الالتهاب الحاد اللي هي لا بنكرياتيت ايغو ما تعطيش كانسير دو بنكرياس، تعطي سرطان البنكرياس. العكس موجود، سرطان البنكرياس ينجم يعطي بنكرياتيت مادام فما انسداد، لكن الانسداد هذاك ينجم يعطي رياكسيون. اذا باش ننصحوا الناس معناها كي نشوفوا الاسباب ماهيش هامه برشا، معناها ما فماش سبب ديريكت كيما نقولوا التدخين مع سرطان الرئه، لا سرطان البنكرياس السمنه دونك يلزم واحد يرد باله، يلزم يعمل اكتيفيتي فيزيك، يلزم يعمل سبور رياضه راهو هام ياسر، راهو الغذاء صحيح ما يلزم نقص من الغذاء الرزين، الحاجات اللي تقلق البنكرياس، الكحول اللي هي موجوده، والتدخين موجود في كل سرطان. واللي عنده قلق يمشي يعدي ما يقعد سكت عليه بالطبيعه. لازم يزيد نخلطوا، ما يلزمش نخلطوا ما بين ليباتيت ولا الصفوريه نتاع الكونسير، ما يلزمش واحد يقول عندي بوسوفير اي هو بوسوفير في النوعين، لكن فما بوسوفير نتاع الكونسير دو بونكرا وفما بوسوفير نتاع ليباتيت، ما يقولش لا عملت انا بوسوفير هاك العام تو يتعدى، ولا يلبسك القلاده هذيك ولا يمشي يكوي ولا حاجه، لا هذا كله تخلويط. يمشي اول العلامات يمشي عادي باش نخلطوا في الوقت المناسب باش المريض ينجم يبرا، خاصة وان شاء الله المستقبل احسن ان شاء الله. ان شاء الله. روبريك نتاع الامن الغذائي وفقره الامن الغذائي، البدائل الطبيعيه الامنه للمواد الحافظه الكيميائيه، نشوفوا ثم نعود. لأنها أصبحت تدخل في كافة المنتجات المستخدمة في حياتنا اليومية، بات من الصعب تجنب المواد الحافظة كلياً، ولكن من الممكن التقليل منها بقدر الإمكان عن طريق شراء الخضار والفواكه الطازجة وشراء منتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهون، فضلاً عن الابتعاد عن الوجبات السريعة المليئة بهذه المكونات. ولكن السؤال المطروح هنا، هل هناك بدائل آمنة للمواد الحافظة الغذائية الكيميائية؟ بالطبع هناك بدائل طبيعية للمواد الحافظة الكيميائية، ولكنها لا تتميز بنفس طول فترة صلاحية المواد الغذائية، ولكن يكفي أنها ليست مسببة لأي مشاكل صحية. فيتامين بي12 هو من المواد الحافظة الطبيعية الذي يوجد في الدواجن وصفار البيض والسمك ومنتجات الألبان. هذا الفيتامين له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء وأيضا الخلايا والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية. فيتامين جيم أو فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، يمكن الحصول عليه من الفواكه والخضروات الطازجة وتحديداً الحمضيات، له العديد من الفوائد المذهلة كتعزيز جهاز المناعة حيث أنه يخفض من حدة نزلات البرد وخفض الكوليسترول ومستوى الدهون الثلاثية، مما يساعد في الحماية من أمراض القلب، يساعد أيضاً على تحسين المزاج ويحفز على إنتاج الكولاجين، ويلعب دوراً هاماً في صحة الأنسجة الضامة وغيرها من المنافع. فيتامين توكوفيرول وهو أحد أنواع فيتامين ه أو فيتامين أ يوجد في المكسرات والبذور ويقوي جهاز المناعة لعمله كمضاد للأكسدة، كما يعتبر من الفيتامينات الضرورية التي تحتاجها خلايا الجسم باعتباره يساعد على حماية القلب والأوعية الدموية ويكافح الشيخوخة، إضافة إلى أنه يقوي الجهاز العصبي ما يقلل من احتمال الإصابة بأمراض كالخرف والزهايمر. من المواد الحافظة الطبيعية هنالك كذلك عسل النحل لاحتوائه على كثير من مضادات الأكسدة. الليسيتين هو أحد أنواع فيتامين ب أو فيتامين بي الذي يستخلص من الأنسجة الحيوانية والنباتية، ويتكون من حمض الفوسفوريك والكولين، ويعمل الليسيتين كمثابت طعام ويستخدم في الحلوى مثل المثلجات. كذلك من المواد الحافظة الطبيعية نجد بعض المواد المستخلصة من نبتة إكليل الجبل لاحتوائها على نسبة عالية من المعادن والألياف والفيتامينات، كما لها قدرة عالية على تقوية المناعة واستخدامها كمضاد حيوي للعدوى وكمضادات للأكسدة، فضلاً عن كونها تحافظ على صحة وقوة الجهاز التنفسي وتساعد على علاج الاكتئاب وتحسين الحالات المزاجية. إذن هكا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. دكتور نعرف اللي عندكم أخيرا، كنا تحدثنا على الأيام، أيام الرابطة لسرطان المستقيم، المستقيم.
وتو فما ايضا معناها ولات محليه قريبه لبعضها معناها لا عم جاي في جوازه دعم في الوقت بالعام نفسه بالعام داكور دونك باش يكون على ان شاء الله على سرطان البنكرياس ان شاء الله ان شاء الله. شو جزيل لك دكتور منتصر قاسم على قبولك الدعوه وحضورك معنا بسرعه وشو جزيل لك دكتوره فريال الطيف قسنطيني على قبولك الدعوه ايضا وحضورك معنا ومدنا بهذه النصائح. يتم ساده المشاهدين هكا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا. الى اللقاء.